وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة جليلة السيد، رئيسة قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مساء الخير أستاذة جليلة، وأهلا بك معنا. كيف لمجمع الإعاقة الشامل بمرافقه ومراكزه أن يلبي المتطلبات الخاصة للأشخاص من ذوي العزيمة؟ هي تفتح والعافية عليك اختصارة. بالفعل مجمع الإعاقة الشامل يعتبر مثابة مدينة خدماتية شاملة للرعاية والتأهيل، تضم كافة المراكز المتخصصة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أصحاب العزيمة، أصحاب الهمم. باعتقادي أن غاية كبرى كان وحلم طموح عند كل ذوي عزيمة أن يشوف في منطقة جغرافية واحدة كافة متطلباته واحتياجاته اللي يحتاجها من رعاية، إيواء، تأهيل أكاديمي، مهني، نفسي، اجتماعي، علاجي. لا أقصد فيه أنا كلمة علاجي هي العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق واللغة، وعندنا بعد الخدمات الاجتماعية والنفسية وأيضا الأنشطة الترفيهية والتدريبية والرياضات المختلفة. هي كلها بشوفها في هاي المجمع، صالات مجهزة بأرقى وأحدث أنواع الأجهزة. وطبعا هذه الخدمات كلها بتكون لكافة فئات الإعاقة، تشمل كل كافة أنواع الإعاقة منها الذهنية على اختلاف شدتها، وعدت شلل الدماغي، متلازمة داون والتوحد. بالإضافة إلى عندنا بيكون في معرض منتوجات بمثابة أعتبره يعني سوق ترويجي منهم وإليهم، يعني منتوجاتهم موجودة وأيضا احتياجاتهم بتكون موجودة من أجهزة معينات اللي ممكن من خلالها أصلا يحصل على متطلبة من الجهاز ويعاينه ويشوفه ويجربه قبل حتى لا يطلبه ويختاره أصلا. نعم أستاذة جليلة، يعني ماذا عن الكوادر التي ستقوم بإدارة هذا المجمع، وما هي البرامج التأهيلية والعلاجية التي ستقدمها للمستهدفين من هذه المجمع؟ طبعا لا يخفى عليك أن طبيعة البرامج التأهيلية والعلاجية المقدمة للمستفيدين في هذا المجمع تتطلب كوادر فنية متخصصة يمتلك من الخبرة والكفاءة اللي تضمن تحقيق جودة حياة ذوي العزيمة، يعني من مرحلة التدخل المبكر حتى مرحلة ما بعد الشباب. لذلك يعني فالوزارة تسعى جاهدة لعقد الاتفاقيات مع كل المؤسسات أو مع المؤسسات المتخصصة في بذات الخبرة والمهنية العالية، سواء كانت حكومية منها أو أهلية أو خاصة، اللي تزودنا بهاي الكفاءات. وبعد بمجال التدريب فإن الوزارة تسعى يعني بعد هم تسعى جديا لتفعيل مركز مصادر التعلم والتدريب اللي موجود أصلا في المجمع واللي بيدرب لنا طاقات بحرينية إن شاء الله شابة في مجال التأهيل وتعديل السلوك، عشان نستفيد منهم في تشغيل بعض مراكز المجمع. وطبعا بيكون التدريب والإشراف على أيدي خبراء ومتخصصين في هاي المجال. السيدة جليلة السيد، رئيسة قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لكِ.